بزغت شمس عيد الأضحى هنا في مدينة تريم بمحافظة حضرموت، حيث أدى المواطنون صلاة العيد في أجواء مفعمة بالمحبة والفرح، لتنطلق بعدها لحظة تبادل التهاني ابتهاجا بالمناسبة السعيدة. تحضيرات هذا اليوم المميز في المدينة تبدأ من الأسواق الشعبية المكتظة بالسكان، حيث يباع فيها المقتنيات وحلوى العيد وألعاب الأطفال العيدية أيضا. العيد لازم يفرح الأطفال جميعا كلهم، وهذا العيد إن شاء الله عيد في تريم، إن شاء الله عيدنا غير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى المبارك في مدينة تريم جيدها الجميع فرصة للتزاور والتعارف، وخصوصا مع إحياء العادات والتقاليد الشعبية في المدينة. في عيد الأضحى يتزاور الجميع ويحيون هذه العادات عبر المطالع السنوية التي تقام. من الواضح أنه لا شيء يعكر صفو العيد هنا، كل شيء يسير على طبيعته، فالمواطنون فرحون بالمناسبة رغم المنغصات التي تمر بها البلاد، من ارتفاع لأسعار الملابس والأضاحي إلى المواد الغذائية، وليس انتهاء بارتفاع المحروقات وتفاقم معدلات البطالة. فرحة الأطفال بهذا العيد حينما يتزاورون وينزلون ويشترون الألعاب وبعض الهدايا لأهلاتهم في البيوت، وخاصة العذار الذين لم يخرجوا ويستطيعوا النزول إلى هذا المكان، وفيها طبعا الكثير الفرحة بالنسبة حتى الكبار والعقال فضلا عن الصغار. الحدائق استعادت حضورها بالعيد، حيث الصغار يعبرون عن فرحتهم بهذه المنتزهات والألعاب البسيطة، أما الحدائق الكبيرة والمنتزهات الواسعة شبه معدومة في وادي حضرموت. يبقى العيد فرحة يجمع الأهل والأحباب ويقرب البعيد ويرسم البهجة على وجوه الأطفال. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.